سليموه ربع قاموا الخرونة ويلعبون في الحسابات. آه نفرات صديق مولانا ما في خرونة، هذا حساب مضبوط مياه مياه. أي مضبوط، حاسبين علينا 12 صندوق بارد وإحنا طول عمرنا ناخذ 5 صناديق. لا مستر هذا حساب مضبوط مياه مياه، يعني خبر هو سوي زيادة. بارك الله فيك، أنت مخبر ها؟ آه يس. يعني تصرفت من نفسك؟ يس. ومن غير ما شاورني؟ يس. زين اصبر علي شوي. ولي روما حساب انا ما يسوي خلاص ما انتي. اكمل الحساب انت ما عليك، انا بصير شويه داخل عندي شغل وبرد. انتي هورما نمبر واحد زين تمام تمام مستر. تمام؟ زين الحين ارويك. انتظرني بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلوم بلاش تبع عجين، شو عندك؟ الله يرحمها، الله يرحمها، من يوم ما راح نحن ضايعين. لا إله إلا الله، منو توفى؟ حتى توفى من أهلنا؟ أبوي، أبوي الله يرحمه ويغمد روحه علينا. مينونة خبلة خبلة حين متذكر أبونا، أبونا متوفي من متى؟ عظامه انتهت واستوت رميم، ايش ذكرت فيه؟ نخيرك يا أخوي وش خيرك، الله ذكرني في أبوي، نفس الحس نفس الحس يصمخ الذان صمخ. طلع الحين أنت وين؟ أنا نخيري هي عند خير أبوي. الله يهداك أبوك، يوم كان ينخرني في الحوي كانوا الغواويس على الهيرات يقومون من الركاب. وين اصك عند ابوك انا؟ ابوي الله يرحمه كان الفريج كله مستعذي منه. زين ايش عقب ذكرتيني في عيد؟ ذكرتيني في عزم الله عليك، اسمعني سيري حطينا غدا. لا سلوم بلاك، شفت وديمو طلع من البيت وشال الشوزن. الله يستر. تبي تبوقي يا سليمو؟ لا انا ما في سرق انت ماما. لا تقول ماما. مستر مستر بس انا هذه خبر شركه كتنا صندوق زياده جيب بس. وانت على كيفك تطلب زياده؟ انا اللي امر وان هي، انا رعيه الحلال. لا ما. لا مستر بس انا في معلومه ان هذه الشركه يسوي جائزه داخل غشه واحد، ممكن انت في وز. شنو جائزه؟ جائزه نزل هذا انا خبرك. يلا خبرني قول شنو جائزه؟ ماما هذا كومباني يسوي جائزة داخل غرشة واحد بس تحت غطا ممكن يحصل صورة بعد ان انت في فوز. ايه عاد شن هي الجائزة؟ ما تقولي شن الجائزة. هذه جائزة ماما سيارة فور ويل اخر موديل. يعني وانا الحين اذا خذيت غرشة بارد ممكن احصل جائزة؟ ممكن انت فوز. قوم يبلي غرشة جيب درهم. يلا عاد قوم قوم لا اثور فيك الحين قوم. بطل القرش حسبي الله على ابليسك. عمو الغدا ما جهز؟ لا بعد انت بلاك مستعجل. تراني ميت مليوع، شو مسوي اليوم حق الغداء؟ اليوم الله يسلمك بسوي لك مجبوس سمك. زمان ما اكل عاد سمك، عاد انا يعيبني السمك وايد. عمو لا تصحي. ذكرت ابوي الله يرحمه ويغمد روحه لينا، وايد احب مجبوس السمك. يعني كان يوم تطبخ امي سمك في البيت ياكل ما شاء الله عليه منين عيش وعشر سمكات. ايش ابوي هذا حوت مبادمي. بس سلوم لا تقول شي على ابوي الله يسامحك، استح على وجهك. ليه مش حاجة صحي؟ وين عمتك حق الصي؟ ويذكرت الحوت. الحوت منو؟ قصدي ذكرت يدي المرحوم. تعالتي بلاش اليوم بلاش عافستنا على ابوي بساعة موعدني. ابوي والله يرحمه والله يرحمه يا ابوي، مات من زمان وشبع موت وسوت عظامه رميم. بلاش انتي حق الصحيين. بس يا اخوي انتم بحالي وياكم، وهدي يا سقس وصل لازم نصيح. لا صدق
لازم تصيح. ابوي الله يرحم ابوي. يا الله احس ان انتفخت بطني بينفجر. شو انتفخت بطني بينفجر؟ يوم يخلصون النعمه يقولون الحمد لله. تسمعني؟ قول قول الحمد لله. قول الحمد لله. الحمد لله. ايه عاتي سلوم، اباك تصير الدكان اللي في راس الشارع تجيب لي بارد. وش حق قصك لي راس الشارع؟ اكو دكان سليمو بيبغى غرشتين بارد الحين. لا دكان وديمو لا، ما باها تستربح من وراي. حسبي الله عليكم، حسبي الله عليكم. شلكم بالبارد ما بارد؟ ايه ما بزين هذا، حسبي الله عليكم ما بزين. هذا يقول لك يحطون فيه منكر، منكر يخلي الراس يفتر. هذا اللي ما يخافون الله يحطون فيه شيء. ما لكم خص في البارد. لا اله الا الله، بس احط راسي برقد انا. ان شاء الله ان شاء الله. ابوي ايش حق لابق؟ سلوم سري بار قبل لا يرد ابوك. انا بصراحه مو برايم ارش مكاني. حتى انا عمو صراحه مو قادر ارش. تعبت تعبت. 5 قروش اقول؟ التجار مو بهينين، حطوا لنا جائزة عودة في الغرشة، واحنا يلا نشرب والناس تركض، تبي تربح الجائزة وهم يدخلون الملايين هالتجار. اه مستر انا في مخ شغال يجيب هذا 12 صندوق زيادة، الحين كل هذه من الفرات يجي يشتري عشان هو فوز جائز داخل جائزة. الحين 5 قروش كله حاول مرة ثانية. اه ترى يا دين معلوم. خلاص انا بعد ما برجهم هات غرشة ثانية. مساك الله بالخير عمتي وديمة. هلا هلا هلا، اخذ لك كم من غرشة. ايه برد على فوادك. ما شاء الله عليك، انت الحين ايش درات ان انا جاي اشتري غرشتين بارد؟ وايهك يذكرني ويقول لي سليم عطى 3 قراش، والله اقول لك خليهم 6. لا 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 عمتي ايش حق 6 قراش؟ انا ياخذ غرشتين بس حقي انا وحق عمتي حليمة. غلطان، شي انت ما سمعت عن الجائزة اللي حطينا في غرشة البارد؟ ايش قال بعد جائزة حاطينها في الغرشة؟ مو داخل الغرشة، تفتح الغرشة تطالع الغطاء تلقى صورة فور ويل سيارة، هي ويمكن حظك حلو وتفوز. حي ابو سليم عطنا 6 قراش. صدق ولا اقول لك 9 قراش وسجلهم على الحساب. اوكي. ليش عمتي انت كريمه واحنا نستاهل. يلا يلا سير يلا اخذ القراش وروح. عطني شقي سيارة داخل الغرشة. سيارة داخل الغرشة عمو الله يهداك، يقول لك يحطون لك صورة السيارة في القطاع مال الغرشة. واللي ما يحصل صورة السيارة داخل قطاع الغرشة يكتبون له حاول حاول مرة أخرى. لا حول الله. وحسبي الله عليكم، وحسبي الله عليكم إن شاء الله. أنا أبوكم أنتم ما تستحون ما تنتخون، بس غياب حقي. أنا مو بقالكم لا تشربون هذا المنكر، لو جايبين البيت عندي هني. يا أخوي هذا ما بمنكر، هذه غرشة داخلها سيارة. داخلها سيارة؟ اي ويقول لك ما بأي سيارة، سيارة فورويل. فورويل؟ فورويل داخل الغرشة؟ حسبي الله عليك، صاحي انت صاحي. هي ما علي ابوك مو قادر يصدق. انا بعد يا اخوي نفس الشيء، اول ما قال لي ما صدقت، بس عقب ما بطلت غرشة غرشتين صدقته. يا ربي شو اسوي لهم هذيل الحين؟ اوسد عليهم وخيط زرانة، اذبحكم بالسكين، اسير اشتكي عليكم عند الشرطة. ابوي ليش واقف؟ تعال اشرب واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله، الله اكبر، الله اكبر، استغفر الله العظيم، الله اكبر. تعال عاوني يا اخويا. ايش بلا ابوي عصب؟ ما ادري به. يلا سليم يلا بيع بيع بارد. ايه بتحصل جائزة، واللي بيحصل الجائزة يقسمها بيني وبينه. بسرعة يا سليم يلا بسرعة. إنه وسالم ما منشر طايف ولا سلم، لا يكون زعلان علينا. والله ما أدري شو أقول لك يا أسماء، لكن أنا ضايج شوي ضايج. أفا ترى إحنا نعين ونعاون، قول اللي في خاطرك ولا يردك إلا لسانك. ما أدري أشتكي ولا ما أشتكي. أشتكي أشتكي. ما أدري أنا في علم ولا في حلم، ما أدري يا وديمة. أوه أكيد السالفة شايدة. قربينس قول اللي في خاطرك. شا سليم عمصر جيب لنا بارد. اوكي. ايه لا تخلي شيء في خاطرك، واشرب هالبارد وبرد على يوفك. ايه تنسى همومك، يمكن تحصل السيارة داخل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. فري فري
عافانا الله. استخاف الريال. شو بلا؟ اي مالون شايف باقل وقيا. ها؟ باقل باقل. اقول سكر الغرشة ورجعها هناك في الثلاجة وحطها على حساب حلوم العانس. والله اقول لك. يبا خلنا اشربها. خلنا اشوف حظي. اشوف وين هي. رايك اي. انت خوي فقر ما منك فايدة. سكرها رجعها. حسبي الله على ابليسك. الحين كل هالغراش ما شي سيارة. انت حرين الشركة ما مسوي غير هالغراش واللي في دكاوى ديمو. يقول لك الشركة مسوي مئات الالاف الغراش. عيال خلاص خلينا نجرب حظنا في غيرهم. شكلنا ما لنا حظ عمو. ايش قمعلنا حظ؟ كلهم كم من غرشة؟ احب علي تطرشيني مرة ثانية اسي اشتري غراش. لا بتشتري كم من كرتون. طفحت يا سليموه. قصيت علي خليتني اشرب البارد ولا طلعتني السيارة. صرت مثل الجربة. لازم يصير مثل الجربة. انت الحين من يقدر زن هذا كله من الصبح يشرب 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 بعدين يجي بوم سليم يستوي يتيم داخل فريد. حسبي الله على ابليسك لشان جايبتك علشان صار يتيم وبعدين تفاول علي. شو اقول لك سود الله وجهك من ريال. اسمع شوف انا مالي حظ. ايه من الصبح جالس اشرب في هالبارد ما طلعت لي السيارة. اي مقيوله الناس حظوظ تلقى واحد غشيم الحين بيه وبياخذ له قرشه بارد وبيشربها وبتطلع له السياره. مصدر هذا يمكن حلومه في فوز السياره مشكل بعدين. لا 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 ما ظنتي حلوم اللي غشيمه وغبيه ولا تفهم تشرب القرشه وبتفرها ولا تري عن شيء. حلوم داخل هذا مخ فاضي ما في شيء. لكن سلوم ممكن يخبر حلوم. واه اذا حصلت السياره بموت. لا اسم الله عليه ان شاء الله فيها هي اللي تموت واختك منها ومن وجهها. اقول سير سير روح يب عندهم القراش والقطه بسرعه بسرعه. يلا يلا. ايه سليمو. حليمو شو عندك؟ هذا سالم يشتري قرش مال بارد. جيب قرش هذا بسرعه. شو تبغي في الغراش؟ كومباني يريد يرجع قرشه. ايه الحين ودرتوا الدكان وتلقطون غراش. شوفي قرقر زياده ما يريد الليمون. روحي جيبي قرشه غطى مال هو كمان. والله عاد الغراش شارينهم ببيزاتنا يوم بنفرهم في الصينيه. سير انت ومعزبتك لقطوهم. خلاص جيبي انا يروح داخل صينيه. بس لا اشوا استغفر الله. فاري ايش فيك مستوي ابي تحت الشجره؟ ليك وانت تسمع عبد الحليم حافظ. فاري ايش فيك؟ ايش فيك ساحب وترمس لي؟ ما في شيء يا عبد الله ما في شيء. شو اللي ما فيك شيء وجهك مصفر تقول شايف مدويس؟ الفريج الفريج يا عبد الله مبهول اولي كله راح كل اللي قاموا يشربون من هذا المنكر. عفاني يا الله استغفر الله العظيم استغفر الله. فريجنا احنا فريجنا احنا كله وحسبي الله على ودي مو قامت تبيعه عنده في الدكار يا سليم. قاصة على الناس تقول لهم بتحصلون سيارة في الغرش استغفر الله العظيم. فري لا يكون من هالغرش هذه. شوف يا مري هاي الغرشة ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر عليك الله أكبر عليك. يا فري الله يداك يا فري. هذا الله يسلمك دبس وماي ويحطونه في الثلاجة. يحطونه في الثلاجة أقول لك حلوم حلوم مسلوم. قاموا يشربوا منه ويهذربون يخرتفون ما أدري شو يقولون. حسبي الله عليهم. يا فري الله يهداك الله يهداك يا فري. لا تسي تقول رمس لحد تراك بتستوي بضحكة في حلج اللي يسوى واللي ما يسوى. الله العظيم الله العظيم. أنا خوفي أنت بعد يا عبد الله هذا وتراك يا لست لق مثلهم. أكيد بعدها روحت وداك هذا المنكر بعيد. اسمي الله عليكم. لو يقول لي أبي تحت الشجرة أبي فوق الشجرة تشعربك بعبد الحليم. استغفر الله العظيم. واي السكر ارتفع. السكر عندي ارتفع. سليم عطني بارد. إيه عطى عطى بارد. بس ماما ها في مصيبة. شنو مصيبته؟ هذا بارد ما في واجد.
كورونا فرات تشتري بارد عشان في فوز. والصناديق اللي شريناها الصبح وين راحت؟ عيد مبارك، نصه وانت يشرب ونصه هذا مال الفريج يشتري. حسبي الله على ابليسك، تبي تعطيني عيني؟ ما حد بيذبحني الا انت. يمكن فازت هذه الشريره واحنا ما ندري عنها، غافلين لكم الله. سالم. نعم عمدي. ما تبي غير شيء ثاني يبردون على فودك؟ لا لا لا، بس نيت اول اعطيتني اياه انترست منها، انا بسير مستعي بعدين بكلمك. جرب حظك تعال. بعدين. سليم تعال، شفته مستعجل وما طلع ياخذ بارد؟ اكيد فازوا وحصلوا السياره ورايح يستلمها. سير لحقه. ناي ناي ناي. شنو ناي؟ ناي مصر. حليمه في فوز؟ ايه. سليم في كنسل فيزا ملوك جايه. لا لا تكنسلها، مو وقتك انت الحين. لحقه ويجيب لي الاخبار، طالع وين رايح. يلا سير. وان مينت وايه وديمه. ايه تستخف وديمه. ايه ان فازت هذه الساحره وخذت السياره بموت. بسم الله علي. لا بعد من دكاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وين ادق براسي انا؟ وين اسير؟ انسرت البيت اخاف اشوف حلوم وسلوم جالسين يلقون من هذا المنكر، اقوم اذبحهم وادش الشرطه يسجنوني. أنا مالي غير هذا الشيء. فري. بسم الله الرحمن الرحيم. وين طلعتي؟ أنا ما حكيت لك يا رب. بلاك يا أبوي جالس ترمس عمرك، تخبلت شو؟ ما تخبلت، بس أنا مهموم وصدري ضايق. وحلي مهموم. يا أبوي تصدق تصدق لصدقه، تفرج الهموم، اسألني وأنا مجربه. أنت تصدقتي؟ لا. بس انا اشوفه في وجه الناس الطيبين اللي شرواك. يلا هات هات بسرعه الصدقه زينه يا ريال، بتزيح همومك كلها. حسبي الله عليك. حتى وانا فحلك الظروف ما بعتقتني. ما بعتك يا ابوي، هاي الصدقه بعشقها بيزات. ادعيلي ادعيلي. الله ييسر امورك. امين. ويفرج همومك. امين. ويسهل امورك. عطني مالتي. اقولك هذاي مالتي. عطني خمسة مالتي. بس بس يا ولد، انتو يا تضربون على هذا المنكر. بس عطني مالتي. شكرا مالي انا. سمعني. عطني مالتي. ايه ايه. بس 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 يا ولد بس. يودو يودوي، سيروا الدكان واشتروا لكم سندويش، اكلوه انفع لكم. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم. تعال تعال بسرعة. قواك الله قواك الله يا ولد اخوي. حط الصندوق هنا وسير بسرعة يجيب باقي الصناديق قبل لا ابوك يجينا. ما في صناديق، ما في غير هذا. ما في غير هذا؟ ايش قايل؟ انا موصلنك على 20 صندوق، جايب لي واحد يخلصه من السوق. اقولك ضرب عصي ونعل على سوق الجمله، انا يلا بزور قوه لحقت على هالصندوق. شو تتريع عيل؟ انت جاب النص الصندوق وانا بجاب النص الثاني، والسياره نص بنص. يلا. حياك الله يا اخوي، حياك الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تباني احط لك العشاء؟ لا ما ابغى. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بلا ابوي استغفر، لا يكون جاذب على حد اليوم. خلنا من ابوك الحين لاحقين عليه، يلا عشان نجاب الغراش. عورني راسي وانا انطر. هذا وين راح؟ وين ذلاف؟ حسبي الله على ابليسه. والقهوه خلصت وسلم ولد فري راد وهو بعده ما راد، ما يندر عنه، قاعد مع الربع يسولف. امي أمي شو مقعد النشة الحين هني؟ أنطر هذا، حسبي الله على إبليسه، طرشت حق شغله للحين ما رد. إنزين تعالي دخلي داخل ارتاح، أنت من الصبح طالعة وهو يوم بيرجع بتعرفين. أقول أسوم، أنت شربتي من القراش البارد؟ لا أنا ما أشرب هالسوالف، مضرة. مضرة مالت عليك، هذا اللي أخذنا من الدراسة، هذا مضر وهذا نافع. سيري أمي سيري سيري سوي لي قهوة. سيري. لا وابوي. يا سلوم السيارة ما طلعت. يا سلوم ما طلعت. عمو أنا بتطلع روحي وهالسيارة ما بتطلع. أنا ما برتاح لين تطلع السيارة. أقول لك عمو. قول.
احنا ليش ما بطلنا الاغراش ونشوف القطاع اذا ربحنا ولا لا؟ يعني لازم نشرب الاغراش كلها؟ وانت ما يدك الفكره العقب ما شربنا هذا كله. يا بطني عورني بطني عورني ما اقدر. استغفر الله العظيم استغفر الله. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. وين السيارة؟ سلوم يقول فروين. لا اله الا الله. شوفوا سواها سواها وفازت الجائزة الكبرى. ها بلاكم متيمعين شو مستوي؟ اليوم اعلنوا في الجريدة باسم الفائز بالجائزة الكبرى. اعلنوا؟ ليكون هو يعني مو عمتك اللي فازت؟ لا لا هذا اللي فاز. أنت؟ أنا هذا جرم أنا داخل كله جريدة هذا كله آدمي يسوي. ها ها سليم هاي هاي ها ها سليم هاي هاي. أنا اللي بخلي دروسك سوي هاي هاي. عمتي فاز في الجائزة الكبرى. استوابي شيء هذه الشبريه وهذه التكيه وهذا الصندوق وهذا انا ما استوابي شيء.